نعم. لا لا لا، شغل النار عليك. أجل أخذ حقي أنا. أو أبوك وعلمك بأخذ حقوق الناس بالظلم. بسم الله. هذا وش رجع هذا؟ هاي حق، هاي ظلم، هالحزة بنصف الليالي، وين تبي؟ أحمد. ها. أثور فيه. يا ابن حلال دخلنا في متاهات، اركد. إلا هذا صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معطيه فلوس قبل شوي. أجب الليل، أجب النهار، كيفي. ليش يا أبوي ما قصر مع صديق عمرو؟ أطول مزرعة عتاش فيه. عندنا لنا 10 سنين طارت ورا أبوه. إلين مات أبوي. وأحيانا أخواني نبي حقنا من المزرعة. حقنا المزرعة؟ أقول اسمع، احترم حالك واحشم نفسك. أبوي رجال يخاف الله ولا والله. أحمد سم، هذا الحق والرجال اللي بحقه ما ينزعل منه. يا ولدي الله يصلحك. أنا يا ولدي توي معطيك المقسوم. قال لي والله يا ولدي يا الله يا الله يا الله جمعت كلها الشهر اللي راح. والله يا عم اخواني اخواني قال قل له شهر، ارجع له وقل له شهر، ان ما جاب خلال الشهر بياخذون المزرعه. يا وليدي رح رح بيسهل الله الامر ان شاء الله. بس قبل ما انسى قل لولدك لا يرفع سلاح مره ثانيه، صار الشيطان حريص. سم سم يا ولدي سم، الله يسهل الامر يا ولدي. يلا يا عيالي يلا الفرشكم، بعدين قل لكم ميدي. السلاح هذا لا عاد اشوفه. على امرك سامش. لا تطلعون بالسلاح. ابشر. اللي شفناه ذا حلم ولا علم ولا والله ما ادري، شيء غريب. وصح ولا تسد؟ ما ادري ما ادري.